اهلا بيكم في تيتا مطبخ. النهارده هنعمل مع بعض كباب الحله بطريقه سهله وسريعه جدا جدا، ومفيهوش اي افتكاسه وسهل جدا. هنا معايا طاسه على النار فيها شويه زيت او حله، ومعايا حاطه البراد ميه تغلي، معايا بصله مفرومه، بصلتين حسب حجم حسب كميه اللحمه، لازم البصل يكون كتير شويه، وهفضل اقلب فيه لحد ما يدينا لون، مش عايزاه يحمر ولا لونه يبقى ذهبي، لو بقى دبلان على نفسه كده اللون ده اللي انتوا شايفينه. بكون مقطعة اللحمة الحجم اللي انا عايزاه، انا بحب اقطعها صغير على قد لقمة العيش او على قد معلقة الرز كده زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى باللحمة، وكمان مش بتاخد سوى، يعني ما تكون صغيرة خالص كده مش بتاخد وقت في السوى. هقلبها لحد ما تتشمع مع البصل، لازم النار تكون عالية عشان ما تنزلش ميتها. بحط لها بقى رشة من الفلفل الأسود والكزبرة، مش هحط الملح خالص دلوقتي عشان لحد ما تستوي، وبعد كده هزود الملح. هقلب، لو طبعا في حالة ضغط مش هتاخد وقت خالص خالص، يعني في حالة الضغط هي تقريبا تلت ساعة وتكون استوت، لو مقطعة كمان القطع كبيرة عن كده. هقلب بقى لحد ما تنشف كده اي مية نزلت منها، وهزودها بالمية السخنة. واغطيها كل شوية كده، هروح ابص عليها وازودها مية لما تشرب المية. هنا زودت المية مرتين، يعني بغطيها واغيب عنها شوية كده وارجع الاقيها نشفت المية، بس هي لسه ما استوتش درجة السوى اللي انا عايزاها، فزودت مية تاني. خلاص كده هي استوت وبقت جاهزة على الاكل. طعمها حلو جدا، في ناس بتحط معاها بطاطس، تحمر البطاطس بره وتنزل عليها مع اللحمة في الآخر، بس أنا بحبها كده، شكلها يجنن، طعمها تحفة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم بقى مع طبق رز أبيض أو عيش كده بس وشوية طحينة، حاجة كده وهم. إن شاء الله تجربوها وهتعجبكم، وما تنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.